بدات امتى بقى؟ من شهر 10 اللي فات؟ لا يعني بنتكلم بقالنا قد ايه؟ سنه و8 شهور تقريبا، داخلين على سنتين يعني، صح ولا لا؟ فسنتين بدون مبالغه معايا الحمد لله، وان شاء الله ربنا يكرم ساعتها في حفله الجرادويشن بتاعتهم هنعزمكم عشان تشوفوا بقى النماذج دي والناس اللي نجحت منهم مديرين ماليين في شركات يعني وقته ضيق وهعرفكم بيهم، واحد في شركه الزيوت المستخلصات، واحد يعني شركه اسمها ايه دي بتاعت الكاوتش الالماني بيرلي ولا مش عارف بيرلي، كان معانا برضه في الجروب وربنا كرمه ودخل امتحان واخر امتحان ليه بارت 2 نتيجته هتطلع ان شاء الله الشهر الجاي. عشان كده بنقول ان الجرادويشن بتاعهم يا رب بس بالنجاح كلهم ينجحوا، نعمل لهم جرادويشن وحضراتكم تحضروا وتشوفوا بقى الاكسبيرينس بتاعتهم، هم يحكوا لكم هم عملوا ايه. لان الشهاده على قدر المعاناه، معاناه مش في ان هي رخمه وبتاع، لا ده دوري انا ان انا اسهل لك الشهاده، ان باذن الله مش هتبقى رخمه ولا حاجه، لان الحاجه طالما اتسهلت ما بقتش صعبه، صح ولا لا؟ هي الفكره بقى ان هي عايزه مجهود، مجهود ايه؟ يعني الناس دي عملوا بنصيحتي. كنت اقول لهم يا جماعه بعد اذنكم يا ريت مذاكرتك للشهاده ركزها لي الصبح بدري. قوم الفجر قبل صلاه الفجر كده واقعد ساعتين ثلاثه بتوع الصبح. ليه؟ لان الكلام ده انا عملت فيه دراسات. الذهن بيبقى صافي في البدايه في اول اليوم فبتديله اقصى تركيز اول ما تصحى. بعد كده لما تروح شغلك بقى اشتغل الشغل الفيزيكال الميكانيكال اللي بالجسم ده مش مهم. لكن انا عايز ذهنك يكون ايه؟ صافي وحاضر معايا وتفضل مركز في اللي انت بتذاكره بحيث ربنا يسهل اللي تقراه يثبت. ومش مره بقى لان اول مره دي كانك بتتعرف على المنهج. بعد اول مره تديها وش تاني وش تالت، في الوش الرابع هتلاقي في حاجات بتتفتح جديده وتقول ايه ده فعلا كل مره الموضوع بيختلف. طب ده يجي ازاي؟ بالكوميتمنت، بالالتزام. ان انا الزم نفسي ان انا لو عايز فعلا احقق الاوبجيكتيف ده، عايز احقق الهدف ده، يبقى لازم احط لنفسي سكيدول كده، جدول معين، ان انا يوماتي على الله يجي في سني. ما ينفعش يوم يعدي من غير ما اشتغل. علشان اقدر اضمن بقى الحكايه. كان بقالي سنه شغال على سيستم، الشاب الجميل اللي قاعد ورا ده هو كليه حاسبات ومعلومات، جبته قلت له يا ابني انا عايز اعمل موقع ويب سايت بحيث الناس مش الزمهم، اشجعهم ان هم يلتزموا بمذاكره السني. فعملت سيستم ان شاء الله حضراتكم هتخشوا عليه وهيساعدك ويبوش معاك ان انت غصب عنك تشتغل. فكره السيستم ايه؟ عملنا ويب سايت، لان انا طبعا اول جروب ده اتفحت معايا، اول جروب كنت باقي المحاضره 6 ساعات. متخيلين؟ و6 ساعات بلا رحمه، كان في اسابيع بجيبهم 4 مرات في الاسبوع. ليه بقى؟ لان انا كنت بحل معاهم كل الاسئله، كل الكويشنز من كل المصادر، لان الشهاده دي ليها مصادر كتير. ليها كتب كتير جدا، كلايم وهوك وبيكر وبي ار سي والريتايرد بتاع الاي ام اي، فخمس مصادر كنت باخدهم والم الاسئله بتاعتهم كلها، لان زي ما هتشوفوا في الشرح المواضيع خفيفه. هي الفكره في السكيلز اللي انت هتكتسبها، ازاي تحل سؤال؟ ازاي تحله بسرعه؟ واللي مش هتيجي غير بايه؟ حل كتير، تحل كتير، فكنت بحل معاهم على البورد كل الاسئله. تقريبا دخلنا في 6500 سؤال. متخيلين الكميه؟ طيب انا نفسي كمجهود عليا انا مش هعرف اعمله كده تاني. طب نعمل ايه؟ رحت جاي مسجل سؤال في الفيديو وانا بحله بايدي، وهشوف انت الفيديوهات بتاعتي ببقى قاعد كاني قاعد معاك على المكتب. بقول لك دي هنعمل كذا وهنخلي كذا. فحضرتك السيستم بقى مصمم ان كل ليكشر هنفهم الموضوع، هننقي شويه كويشنز اللي هنحلها، هتروح انت بقى هتشوف الفيديو الشرح تاني كاني بشرح اللي انا قلته هنا، وهتلاقيني بقول نفس الكلام، نفس الكلام بنفس الطريقه، بحيث ان الكلام ايه؟ يثبت في دماغنا. وبعديها هتلاقي فيديو لحل كل الايه؟ كل الكويشنز. ونصيحتي عشان برضه في ناس في الاول بيبقوا الحماسه واخداهم ويقول لك لا انا هحل انا لوحدي، انا فهمت. حلو جميل، بس لا انا بقول لك لا. سلام. انا بقول لحضرتك لا، اول مره حل لازم انا احل معاك. طب ليه يا دكتور؟ انت مش واثق فينا؟ لا انا مش قله ثقه ولا حاجه. اللهم لك الحمد يعني لسه من شهر اقول المعهد بعت لي. انا المفروض جاي لي اوفر، بس هو هيبقى ابروفد بعد ما بارت 2 يخلص، ان انا هبقى ضمن اللجنه اللي بتالف الاسئله بتاعت الشهاده، وهوريكم الايميل ده عشان برضه تبقوا يعني تكتسبوا ثقه اكتر يعني. فليه وصل لهم كده؟ لان الحمد لله كل اللي كان بيخش بالميزان لما تعرفوا قدام واوريكم بقى شكل الامتحان، في اخر الامتحان هم بيعملوا سيرفي ويقولوا يا جماعه هو انت خدت الشهاده دي مع مين؟ فالناس بتوعي بيكتبوا طبعا مع مين؟ دكتور محمد اسماعيل جامعه اسكندريه. فهم جالهم ترند، لان احنا الحمد لله على مدار السنتين واحنا لسه ما خرجناش ولا دفعه. الحمد لله رب العالمين احنا تاني مركز
سيرتيفيكت شيء في الشهاده على مستوى جمهوريه مصر العربيه. المهم فبعتوا لي ان عايزينك تخش معانا في تاليف الاسئله ومش عارف ايه، عشان كده بقول لحضرتك اول مره يتحل اسئله لازم انا احل معاك. ليه؟ وانا بحل بقول افكار جديده، بقول لك خلي بالك السؤال ده لو اتغير فيه الكلمه دي هيبقى معناه كذا، السؤال ده لو غيرت فيه الرقم ده خليته كذا هيجيك على كذا. فانت السؤال الواحد اللي انا بحله بطلع لك منه ايه؟ ثلاث اربع افكار. فالغرض من فيديو الاسئله هو ده. انا عارف ان انتوا لو فهمت الموضوع ان شاء الله لو خدت الاسئله هتعرف تحلني. بس انا عايزك تسمع فيديو الاسئله مره عشان تاخد نوتس وتكتب ده الفكره دي ممكن يتضاف عليها كذا، ممكن دي يتعمل بيها كذا. طيب سمعت فيديو الاسئله وماذا بعد؟ خلاص انت كده المفروض فهمت وحليت الاسئله صح؟ اطمن انا ازاي بقى؟ عملت كويز من 20 او 15 سؤال لكل ليكتشر، والكويز ده بنفس الفورم بتاع السكرين اللي هتخش تمتحن عليها في المعهد، لان الامتحان انا هكلمكم دلوقتي على الشهاده والامتحان والكلام ده كله. الامتحان هنا في الام ايست عندنا في الفراعنه تسمعوا عنه اللي هو تبع السفاره الامريكيه، بتخش في جهه كده هي اللي ماسكه الامتحانات الدوليه دي اسمها برومتريك. فحضرتك بتدخل بيبقى ليك جهاز كمبيوتر بتقعد عليه وتمتحن، بيفتح لك شاشه. انا اخدت نفس الشاشه بتاعت البرومتريك وصممنا السيستم بحيث الاسئله تبقى بالنسبه لك فاميليار. ان انت لما تخش الامتحان انت متعود عليها، انت كل محاضره بتحل على نفس الشاشه فانت متعود عليها وعارف مكوناتها. وتحل الكويز ده اللي هو ال 20 سؤال او ال 15 ولازم تجتاز منه 70% في الدرجه. لو ما اجتزتش ال 70% يبقى درجه تحصيلك للمحاضره مالها قليله، فبعد اذنك لا المحاضره الجايه مش هتفتح. المحاضره الجايه هتفضل هنبوك مقفوله لغايه ما تطمن ان المحاضره دي انت ايه؟ خلصتها والكويز بتاعها عديته بنسبه نجاح 70%. السيستم ده انا عامله كده ليه؟ علشان ادفعك باذن يعني باذن الله ان انت تفضل كل محاضره ايه؟ بتشتغل، لانه ما ينفعش عيب يجي عليك محاضره وكويز 20 سؤال مش عارف احلهم، امال الباقي بقى لما اخش الامتحان اعمل ايه؟ لو هم 100 سؤال خلال 3 ساعات نتكلم برضه على عموما. خليني اقول بقى الشهاده عموما عباره عن ايه؟ السي ام اي عموما هي عباره عن بارتين جزئين. الجزء الاولاني كل جزء فيهم بارت 1 ودي بارت 2. كل جزء من الشهاده دي بيغطي 6 مواضيع، يعني لو عايز تشبههم كده كانهم 6 مواد. انت مش عندك في الكليه بناخد 6 مواد في الترم؟ فكانك بتاخد في البارت 6 مواد. كل ماده من دول بتتقسم وفقا لدرجه اهميتها النسبيه اللي المعهد هو مصممها، يعني هو اللي قايل البارت ده انا حاطط عليه نسبه كذا في المية. نسبه الكذا في المية دي اللي انت هتخش فيها عدد اسئله على قدها. فاول بارت عندك اول سيكشن هو سيكشن A اللي بيتكلم عن الفاينانشال اكاونتنج ريبورتنج اللي هو المحاسبه الماليه. من الاخر بيجيب لك المحاسبه الماليه فروم A تو زد، كل ما يتعلق بالمحاسبه الماليه والمعايير والتقارير والقوائم والشغل ده كله والمعايير الجديده وبيطلب مننا فيها ايه وبنعمل فيها ايه، بس مش ان ديبث مش بعمق، بناخد المواضيع ايه من على الوش كده. لان لو عايز بقى تاخد وتتخصص محاسبه ماليه يبقى خد دايفرس ديبلوما صح ولا لا؟ يبقى سي ام اي هو واخد الفاينانشال اكاونتنج ريبورتنج بس واخدها من منظور يعني ان انت تبقى عارف الحاجه دي ومطمنين ان انت عارفها. طب بعد ما ناخد الفاينانشال اكاونتنج ريبورتنج الوزن بتاعها الويت بتاعها عامل 15% من البارت ده. الموضوع الثاني هنبدا نخش على سيكشن بي اللي هو البادجيتنج. يعني ايه شباب بادجيتنج؟ يعني ايه بادجيت؟ بادجيت ترجمتها في العربي موازنه مش ميزانيه. الميزانيه هي البالانس شيت. ميزانيه ان انت تبقى عامل بالانس شيت عن الاداء اللي فات صح ولا لا؟ لكن البادجيت دي بلان خطه، والخطه بتغطي غالبا السنه اللي جايه. فالبادجت بتتكلم عن هيستوريكال انفورميشن ولا فيوتشر انفورميشن؟ فيوتشر طبعا. فاحنا هنا بنبدا نخطط بقى للبزنس بتاعنا ونشوف هو السنه الجايه ناوي يعمل ايه؟ ناوي يكسباند المشروع بتاعه ازاي؟ هيبيع قد ايه؟ وده البرسنتج بتاعته 20%. سيكشن سي بعد ما حطينا خطه وبعد ما خططنا المشروع بتاعنا ايه اللي يضمن لنا ان الخطه دي اتنفذت صح ولا غلط؟ مش لازم بقى اشوف الاكشوال بيرفورمنس بتاعي كان شكله ايه واقارنه بالبادجت، وعشان كده بنعمل سيكشن سي ده اللي هو بيرفورمنس مانجمنت. بيرفورمنس مانجمنت اللي هو اداره الاداء، ان انا ابدا اشوف الاكشوال بيرفورمنس بتاعي ان انا ابدا اشوف الاكشوال بيرفورمنس بتاعي واقارنه بالبادجت اللي انا كنت حاططها، علشان اي فارينس نبدا نانفستيجيت عنه ونبدا نتقصى هو الفارينس ده كان سببه ايه ومين اللي وراه. مش بنتقصى عشان نلوم على الناس زي اللي بيحصل في الواقع هنا، عشان لو حد بيشتغل في شركه ولا حاجه
يعني لو حد ما عندوش التارجت بتاعه ما حققوش تلاقي المدير يقعد يبكت فيه، صح ولا لا؟ لا، المفروض البرفورمانس مانجمنت ان انا بتخصص عن الفاريانس عشان اعرف الويكنسز اللي عندي، نقاط الضعف اللي عندي، اقدر اصلحها بعد كده واتفادى العيوب دي بعد كده. سواء بقى البادجت او البرفورمانس مانجمنت، الاثنين دول مش هينفع تعملهم ولا تتعلمهم من غير سيكشن دي. البرفورمانس بالمناسبه عليه برسنتج كام في الميه؟ 20%. واخدين بالكم ان ده 20 وده 20؟ اكبر بارك في الشهاده الاثنين دول. يجي بقى التالت ده يكملهم اللي هو جه سيكشن دي، قلت له ايه دي؟ قال لي كوست مانجمنت. ايه كوست مانجمنت؟ اداره التكلفه. اللي هو حضرتك بقى عايزين نعرف مفاهيم الكوست وتصنيفات الكوست، لانك سواء وانت بتعمل بادجت او بتمانج البرفورمنس بتاعك لازم تبقى فاهم كوست، لان انت هتبني البادجت بتاعتك ازاي؟ تتوقع انا هصرف قد ايه السنه الجايه؟ يبقى لازم ابقى عارف اللي انا هصرفه ده بيفاري وذ ليفل اوف اكتيفيتي ولا فيكسد ولا ايه بالظبط ونوع ايه؟ فبنبدا نديك كل ما يتعلق بالكوست، ويمكن الكوست اكتر واحده حصل عليها تعديل في الويندو اللي جايه، لان انتوا داخلين على التعديل الجديد. اتشال منها بلاوي، اتشال منها موضوعين كانوا تقال جدا، الحمد لله اتشالوا. والبرسنتج بتاعتها في المنهج عامله 15%. طب ما كده عملنا الفاينانشال اكاونتنج وعملنا الفاينانشال ستيتمنت بتاع البيزنس، عملنا بادجت، عملنا بيرفورمانس مانجمنت، وتعلمنا كمان كوست مانجمنت. امال ايه الاثنين دول؟ قال لي هنيجي ناخد بقى في سيكشن اي الانترنال كنترول. قلت له ايه الانترنال كنترول؟ يعني رقابه داخليه. وابدا اشوف بقى حضرتك عشان تحقق اهداف الشركه بصفه عامه لازم تراقب على كل ما يتعلق بالبيزنس وتحديدا ثلاث حروف انا بقولهم من اول يوم عشان يفضلوا عاديين في ذهنك، زي اسمك الورك. قلت له ايه الورك دول؟ الاوبريشن والريبورتنج والكومبلاينس. قلت له ايه دول؟ اوبريشن ان انا اطمن ان شغلي ماشي صح مظبوط، وشغلي ده لما اعمل عنه ريبورت، لما اعمل عنه تقرير، التقرير بتاعي يكون سليم ومطابق للمعايير. والكومبلاينس التقرير بتاعتي لازم تبقى يعني محققه الالتزام بالقوانين المحيطه بنا، لان انا لما بعمل اي تغيير في اي بزنس في قوانين بتنظم البزنس، صح ولا لا؟ فما ينفعش اخالف القوانين. مين اللي يطمني ان شغلي سليم وريبورتاتي سليمه وان انا ملتزم بالقوانين؟ اهو اللي يطمني ده السيستم ده اللي اسمه ايه بقى؟ انترنال كنترول. وده عليه برسنتج 15%. اخر سيكشن الاي تي، انفورميشن تكنولوجي. وما ادراك بقى ما الاي تي؟ طبعا ده تريند دلوقتي، وهم التعديل اللي عملوه ان هم شالوا من الكوست المواضيع بتاعته، قلت لكم شالوا موضوعين فيها صح، وحطوا ثلاث مواضيع فين؟ في الاي تي. ان احنا كلنا لمسين بايدينا دلوقتي الاي اي والتطورات اللي بتحصل، فالاي تي بقت حاجه مهمه جدا، بس احنا بناخدها في السين ايه؟ الامبليكيشنز بتاعتها على الاكونتنج، يعني على شغلنا احنا. وده ممتع ان الموضوع كله ريليتد بشغلنا، اللي هو ببدا اربط لك كل حاجه بشغلك. وهي سيرتيفيكت مهنيه دي، لان هي كل موضوعاتها مهنيه فعلا، هتشوف واحنا بنشرح. ان انا دايما بحب اسلوب الستوري تيلر، يعني اللي هو ده الموضوع ما احبش اخده كده برخامه واقول لك ده واحد اثنين ثلاثه، بحب احكي حدوته قصه. اقول لك احنا لو في شركه والشركه دي بنعمل كذا وفلان عمل كذا، يبقى دي هنعمل معاها ايه؟ هنتصرف معاها ازاي؟ لان انت اسئله السي بي كلها كده سيناريوهات. حضرتك بتبدا تشوف سيناريو في بزنس ويبدا يطلب منك الكومنت بتاعك، هو انت شايف هنا ايه اللي حصل؟ نحلها ازاي؟ هي دي فكره الاسئله بتاع السي بي. طب البرسنتج بتاعتها ازيك يا يوسف؟ دي برضه عليها 15%، لو تجمعوا النسب دي هتلاقيهم كملوا 100%. ده كده فيما يتعلق بقى بارت 1. امال بارت 2 بقى هناخد ايه؟ قال لي هو انت في بارت 1 اول حاجه بدات بيها فاينانشال اكاونتنج. طبعا فاينانشال اكاونتنج دي المين اوبجيكتيف بتاعها تبريبير ايه؟ فاينانشال ستيتمنت، قوانين ماليه، صح ولا لا؟ ممتاز. قال لي طيب الفاينانشال ستيتمنت بقى القوانين الماليه دي مش المفروض نعمل لها اناليسيس ونعمل لها شويه تحليل ونطلع منها شويه ريشيوز ونعرف الناس بقى الكاش ريشيو بتاعتنا قد ايه؟ الليكويديتي بتاعتنا قد ايه؟ الدبس بتاعتنا قد ايه؟ ديون. فنبدا بارت 2 بحاجه اسمها فاينانشال اناليسيس، التحليل المالي، ان انا هبدا اخد الفاينانشال ستيتمنت بتاعتي واحللها. والتحليل المالي ده عليه 15%. ممتاز. وده هيبقى سيكشن ايه في بارت 2. طب سيكشن بي بقى؟ سيكشن بي يبدو للوهله الاولى ان هو مش تبعنا قوي، بس لما هتاخده في السي ام اي لا كمان، وهم حاولين الكلام كله على شغلنا دلوقتي. شباب اي شركه في الدنيا، وطبعا لما اتكلم في السي ام اي مش هتكلم على شركه على كشك صغير بتاع محمد، لا لما اتكلم على شركه يجي في دماغك ابل، اوريكال،
جوجل، شركات كبيره مايكروسوفت، شركات بتبقى كوربريشن يعني شركات مساهمه وبيبقوا المساهمين فيها هم الملاك، صح ولا لا؟ ماشي. اي شركه من الشركات الكبار دي لما تحب تلم فلوس عشان تمول البيزنس بتاعها بتلم فلوس ازاي؟ ممتاز. في ناس اهو بدات تقول اصدر اسهم او اصدر سندات اللي هم ستوكس اور بونز، صح ولا لا؟ بنصدر الكلام ده فين؟ في البورصه. والناس تبدا ايه؟ تشتري ولا تلم فلوس. اهدي بنقول عليها كوربريت فاينانس، تمويل الشركات. هنمول الشركه ازاي؟ وده اللي ليه سيكشن خاص وهو سيكشن بي، كوربريت فاينانس، تمويل الشركات. وهنعلمك بقى يعني ايه ستوكس، يعني ايه بونز، وده وزنه 20%. ننقل بقى على سيكشن سي. سيكشن سي بعد ما نعلمك في الكوربريت فاينانس ومولت الشركه بتاعتك وعملت اناليسيس للفاينانشال ستيتمنت، دي في سيكشن سي. انا من وجهه نظري سيكشن سي ده اهم سيكشن في الشهاده كلها. قلت له ايه بقى السيكشن ده؟ قال لي ديسيجن اناليسيس. قلت له ايه ديسيجن اناليسيس يعني؟ يعني حضرتك القرارات. واسال حضراتكم اولا يعني ايه قرارات؟ يعني ايه قرار الاول؟ ايه؟ اكشن. بمعنى ايه قصد حضرتك ايه الاكشن؟ ان انا اخد تشويس. الله ينور عليك. يعني انا قدامي مور ذان وان الترنتيف، كذا اوبشن، وانا محتاج اختار اوبشن منهم واخد الاكشن بناء عليه، صح كده؟ هو ده الديسيجن. احنا بقى هنعرفك في سيكشن سي ده ديسيجنز كتيره جدا، منهم ست قرارات هنبقى ناخدهم ساعتها ان شاء الله، واهمهم يمكن قرار البرايسنج، التسعير. لو انت كشركه عندك برودكت معين عايز تسعره، هتسعره ازاي؟ لازم تشوف الماركت حواليك وتشوف الايكونومي والاقتصاد والديماند والسبلاي، كل ده هناخده ونشوف علاقته ايه بشغلنا. وده الميزه اللي في الشهاده دي، مش بيديك الموضوع ويسيبه كده اللي هو جزيره معزوله كده، لا لا لا، يقول لك لا انت بتستخدمه ازاي؟ لان احنا معظم الكلام ده موجود عندنا في الكليه، بس للاسف مش متربط بالشكل اللي في الشهاده دي. يعني ننقل بعد كده على سيكشن دي. قلت له ايه بقى سيكشن دي؟ قال لي حاجه مهمه جدا برضه اسمها اي ار ام. قلت له ايه الاي ار ام ده؟ انا نسيت اقول البرسنتج هنا. السيكشن سي ده نسبته 25%. شفتوا بقى مهم ازاي؟ اهم اكتر سيكشن عليه برسنتج 25% الديسيجن اناليسيس. سيكشن دي الانتربرايز ريسك مانجمنت. اسال حضرتك يعني ايه ريسك؟ خطر، صح؟ خطر دي ترجمه. يعني ايه برضه؟ يعني ايه خطر؟ تمام؟ تمام. يعني انت عايز تقول لي حاجه بتاثر عليا من بره او من جوه بتخليني اعمل ايه بقى؟ ما اقدرش احقق هدفي، بتعوقني عن هدفي، تعطل الاوبريشن، تعطل شغلك. المهم ان الاوبجيكتيف بتاعتي يبقى في خطر، ده معنى الريسك، صح؟ احنا بقى هناخد الريسك مش على مستوى استراتيجيك بزنس يونت، مش على مستوى وحدات صغيره، احنا هناخده على مستوى دي كلها، الانتربرايز كله، المشروع كله من اوله لاخره، من اول عامل واقف على المكنه لغايه التشيرمان بتاع بورد اوف دايركتور، رئيس مجلس الاداره، ونشوف الريسك اللي بيتعرض ليه البيزنس بتاعنا شكله ايه وهنديله ازاي. وده نسبته 10%. بعد كده هناخد قرار معمول بسيكشن لوحده لانه قرار مهم. قلت له قرار ايه بقى؟ قرار الانفستمنت ديسيجن. وساعات بنقول عليها كابيتال بادجت. ايه الانفستمنت ديسيجن او كابيتال بادجت ده؟ ده عباره عن ايه؟ اللي هو انا كشركه قررت ان انا ناوي ربنا يسهل افتح فرع جديد، وعايز افتح فرع لينا في القاهره. فالفرع ده محتاج ان انا انقي موقع وابني مصنع وشغلانه، صح؟ الاستثمارات دي فلوس قليله ولا كتير؟ كتير جدا. هنعملها ازاي وناخد الديسيجن بتاعنا ازاي؟ فقرار الانفستمنت مهم جدا، علشان كده حطوا له سيكشن لوحده رغم ان هو سيكشن صغير ونسبته عليه 10%. اخر سيكشن بقى نخدم بيه الشهاده، وسيكشن هم بيحبوه زي عينيهم ومهتمين بيه جدا، لدرجه هم عملوا شهاده جديده، مش عارف لو انتم متابعين، يعني في شهاده لسه طالعه اسمها اف ام اي اي، هتسمع عنها؟ فاينانشال اند مانجيريال اسوشيت اكاونتنج، اللي هو المحاسب المالي والاداري المساعد. حطوا في الشهاده دي، مع انها شهاده المفروض صغيره، راح حاطين فيها نفس السيكشن ده اللي هو مين بقى؟ اثكس. يعني ايه اثكس؟ اخلاقيات المهنه. اللي هو تعالى بقى نقول لك المفروض انت كاكونتنت المحاسب يلتزم باخلاقيات شكلها ايه، وازاي الاخلاقيات دي نكتسبها، وازاي تلتزم بيها، والشركه ازاي تحس الموظفين عندها على الاخلاقيات، وهكذا. ده كده بشكل مختصر الشهاده بتاعتنا ومكوناتها.
احنا بقى بناخدها في قد ايه؟ بارت 1 ده انا بخلصه باذن الله في 40 محاضره. ترتيبهم ايه؟ السيكونس بتاعهم ايه؟ ببدا اولا بسيكشن الفار اللي هو هياخد مني فاينانشال اكاونتنج ريبورتنج 13 محاضره تحديدا عشان يبقى عارفين راسنا من رجلينا. تبقى داخل معايا كده عارف الخريطه بتاعتك الخريطه الزمنيه عشان ناس كتير بتبقى مش عارفه واللي عنده جيش واللي عنده لا اهو انا بقول لك اهو واقول لك كمان هتفق معاك المفروض تعمل ايه. يبقى دي 13 محاضره. انا نسيت اقول بقيه السيستم ان احنا عاملين كويس كل محاضره عشان يانلوك الفيديو اللي بعده صح؟ بعد كل اربع محاضرات بيبقى في اكزام كامل زي الاكزام اللي انت هتمتحنه 100 سؤال بتدي سي كويشن. ايه ال 100 سؤال والسي كويشن؟ هقول لك كمان شويه شكل الامتحان. المهم هناخد دي في 13 محاضره ونخلصها ننقل على طول على سيكشن دي. بعديها على طول هاخد دي. ليه؟ انا ليه عملت الترتيب ده؟ وبرضه عشان الواحد ما ينسبش الفضل لنفسه. الترتيب ده اللي عامله كلاين. كلاين اكبر مصدر في الشهاده دي. فهو فعلا خد بعد الفار الكوست على طول ومنطقي لان خلي بالك لو انت مش عارف كوست مش هتعرف تبني بادجت ولا هتعرف صح ولا لا؟ فلا ناخد الكوست وراها والكوست بتتاخد معانا 8 محاضرات. طب بعد الكوست هننقل على مين بقى؟ البادجت ودي لوحدها 6 محاضرات. طب بعد البادجت برفورمانس مانجمنت ودي لوحدها 6 محاضرات. حد واخد باله ان اكبر نسبتين اقل عدد واخدين بالكم؟ ده اكبر نسبتين في الشهاده وعدد محاضراتهم اقل بس هم كور وهم فعلا مش هتعرف تمشي في دول من غير ال 21 محاضره اللي قبليهم. يعني خلي بالك هو الكلام كله ريليتد ببعض مرتبط ببعض. فانت ده عدده قليل بس هو محصله لدول. فاهم قصدي ايه؟ فلازم تبقى فاهم كله علشان تعرف تمشي فيهم. بعد كده الانترنال كنترول والاي دي الاثنين دول على بعض المفروض هياخدوا مننا 7 محاضرات. لان هما ثيوريتيكال كلام نظري بس برضه معروض ان شاء الله بشكل حلو كده يثبت في دماغك. طب احنا بقى هنمشيها ازاي؟ يعني شغلنا هيبقى عامل ازاي؟ وان شاء الله ربنا يسهل تحجزوا امتحان امتى؟ لان برضه دي من الاسئله الكتير اللي هنسمعها. لو طب يا دكتور هنخش امتى؟ انا بنصح دايما بعد ما نكون خلصنا البادجت اللي هو انت كده في نص شهاده. انت مخلص فار وكوست وبادجت صح ولا لا؟ فاضل لك كام سيكشن؟ تبدا تحجز امتحان. طب اشمعنى؟ علشان تبدا تحط على نفسك بريشر ضغط اللي هو خلاص بقى انا حجزت والفلوس بتوجع صح ولا لا؟ بعدين انت هتدفع وهتحجز بالدولار وما ادراك ما الدولار اديك شايف اسعاره عامله ازاي. وبرضه يعني بالمناسبه اول ما بدات كنت اقول للشباب يا جماعه نصيحتي شيل الدولارات على جنب علشان لو انت ناوي تخش الامتحان بجد شيلها من دلوقتي عشان الله اعلم اسعاره ايه. طبعا اللي عملوا كده ربنا كلامهم وما حسوش بيها لان اياميها كان الدولار لسه ب 30 جنيه ولا 32 جنيه. ها؟ كان 16 كمان؟ كان ب 16 يوسف؟ تخيل 16 وصل دلوقتي والله ما اعلم بيه رايح لفين. فانتوا برضه نفس الكلام لو انت ناوي يبقى شيل المبلغ على جنب. طب المبلغ كام؟ ما اتكلمناش احنا برضه هي تكلفتها قد ايه؟ تكلفه الشهاده عموما انت بتدفع ثلاث حاجات. رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثه. اول حاجه بتدفعها مبلغ سنوي. يعني بيدفع كل ايه؟ كل سنه. خلي بالك ده بيتكرر. اللي هو ايه؟ الممبرشيب العضويه. ان انت بتعمل لنفسك عضويه في المعهد. ان انا عضو زي انا مش قلت لحضراتكم ان الاي ام ايه ده زي نقابه بس على مستوى العالم. فانت كانك بقيت عضو في في النقابه، انا عضو عندكم في النقابه. طب العضويه دي بندفع لها كام؟ حسب لو حضرتك ستيودنت ولا حضرتك بروفيشنال، انت حد شغال ولا لسه طالب؟ الطالب تقريبا يعني بيدفع دلوقتي 45 دولار. اما اللي بيشتغلوا 123 دولار. حاجه في الحدود دي. بس المبلغ ده بيدفع كام؟ سنوي مش مره واحده. فتاخد بالك عشان كده انا بحاول ايه؟ ناخر الحجز. مش هقول لك من اول يوم يعني في اماكن ثانيه ابروفد كورس بروفايدر بيشترط قبل ما تخش الكورس ان انت تبقى حاجز. لا احنا على مهلنا. طيب بعد الميمبرشيب المعهد ده بيقدم كذا شهاده. بيقدم ثلاث شهادات تحديدا. منهم شهاده ايه؟ في شهادتين تانيين، في شهاده اسمها الاف ام اي اي وفي شهاده اسمها سي اس سي اي. احنا عايزين نخش انهي شهاده فيهم؟ فانت لازم تسجل البرنامج زي ما في هنا الكليه وتقول انا عايز اخد ام بي اي مثلا يعني ماجستير مهني. بتخش الماجستير المهني مش بتدفع رسوم الماجستير المهني يبقى هتدفع رسوم السي ام اي. طب السي ام اي الرسوم بتاعتها كام؟ الاسعار بتاعتها قصدك؟ لسه متغيره قريب. انا اعرف التوتال على بعض يعني اعرف اقول لك البادجت كلها ثلاثه على بعض كام؟ بس تقريبا دي لوحدها عامله بالنسبه للطالب 140 دولار
بالنسبه للبروفيشنال $280 اللي هو خريج يعني. طلعني كده الرسوم الثالثه دي ايه بقى؟ ده الاكزام فيز، رسوم الامتحان نفسه. احنا اشتغلنا، انت بتروح تمتحن مع جهه اسمها بروميتك، البروميتك دوت مش هيديك الامتحان ببلاش، فلازم تدفع له رسوم الامتحان. رسوم الامتحان برضه بتختلف الستودنت غير البروفيشنال، البروفيشنال تقريبا 270 والستودنت 135. فلو حضرتك تجمع هتلاقي اوفر اول كده تقريبا البروفيشنال لما يجمع الثلاثه على بعض هتلاقي داخلك في $800، الستودنت تقريبا $600 او 570 في الرينج ده. كده تكلفه الشهاده البارتين، وبنحاول ان احنا لما ندفع يبقى قدامنا 12 شهر عشان خلال ال 12 شهر يكون عدى بينهم ايه؟ السنه، وتكون انت امتحنت كام بارت؟ الاثنين تاخد الشهاده، فما تضطرش تدفع الليبرشيب دي تاني. فهمتوا بقى الفكره؟ يبقى الرسوم بتاعت الشهاده الثلاث مبادئ دول. طيب احنا ان شاء الله هنشتغل ازاي؟ طريق شغلنا بقى هنا. اتفضل. طب الجامعة؟ لا هم مش هم جهة خارجية ما عندهمش طلبة. خريجين كلمة بروفيشنال هنا قصدينا بيها خريجين، لأن أصلاً من متطلبات الشهادة عشان تاخد الشهادة ويدوك بقى السيرتيفيكت في الآخر خبرة سنتين، وبرضه دي من الحاجات اللي ناس كتير بتبقى قلقانة، طب يا دكتور إيه الخبرة دي هنعملها إزاي؟ بالنسبة للطلبة يعني الناس اللي شغالة مفيش مشكلة من جهة العمل بتاعتك، وبعدين هم بيثقوا جدا في الكلام اللي احنا بنقوله، فهو بيديلك فورم كده بي دي اف انت بتملاه، بتقول انا اشتغلت في الجهة الفلانية والايميل اهو، تبقى كاتب بس ايميل الجهة دي عشان لو بعتوا له فيريفيكيشن يتأكدوا منه يقول لهم تمام الراجل ده عندي، بس ان انت اشتغلت في الجهة دي لمدة سنتين شكرا. فبتبعت الايميل وهم يقرفوا عليه خلاص بيفترض ان سنتين كده تمام، فدي مش قضية. حتى بالنسبة للطلبة مش في شباب مش بتنزلوا ساعات في الصيف انترنشيب اللي هو تدريب في بنك في شركه بيعترف بيه يقول لك ده تمام برضه بنفترض ان هو سنتين. طيب احنا هنشتغل ازاي بقى باذن الله؟ انا ربنا يعني الحمد لله قدرني وعملت الماتيريال ان انا بشتغل منها، لان انا طول عمري لما بشتغل ما بعرفش اشتغل من حاجه، فانا لازم اعمل الحاجه بتاعتي. فقعدت كل الريسورسز بتاعت الشهاده جبتها، وسنتين انا بقالي سنتين في عذاب عشان اطلع الكتب دي، لغايه ما طلعت الكتب اللي حضرتك شايفها اللي هي بتغطي كل حاجه تخص الشهاده من كل المصادر بشكل مش مبالغ فيه قوي، لان برضه خلي بالك المصادر دي انا لما شفتها لقيتهم بياخدوا من كتب اصليه انا عارفها، والمعهد هو قايلها، لان المعهد فيه فايل بينزله اسمه سي اس او كونتنت سبيسيفيك اوبجيكتيف، اهداف الكونتنت يعني اللي هو انت المحتوى دوت احنا عايزينك تعرف منه ايه، فحاطين في اخر الفايل ده حاطين حاجه اسمها سجستد ليدنج ليست اللي هو احنا بننصحك تقرا من الكتب دي، فالكتب دي عندي اللي هم اوريدي بلاين وهوك وخلافه عاملين كتبهم منها، فانا ايه اللي يخليني ابص عليهم طالما عندي الكتب الاصليه؟ فبقيت ابص على المصادر الاصليه وعليهم وعلى قدر الامكان اللي اقدر ان ربنا فتح عليا بيه وعملته، عملته بقى في الكتب اللي في الدنيا دي، تبقى حاجه بسيطه وبستخدم طريقه كده للترميز، ان انا لو حاجه عايزه تتحفظ بقول لك نختصرهم في كذا بشكل معين حاجه معينه بحيث تصدر المعلومه بسهلك. هناخد المحاضره بتاعتنا نروح، انا طالب من حضرتك تثبت لي يوميا او من اول يوم احنا بنتفق عليه يوميا مش اقل من ساعتين ثلاثه دول للسي ام اي، وظفهم بقى في يومك الوقت اللي انت يناسبك، بس نصيحتي الصبح قبل ما اروح الشغل. هتقول لي دكتور طب وانا اصل انا لا بقوم متاخر، براحتك انا بقول لك نصيحتي انا وبقول لك اللي جابت مع الناس نتيجه، لو تقوم بدري الصبح تشتغل ساعتين دول ابرك من اي وقت ثاني خلال اليوم. هتشتغل الساعتين دول ازاي؟ المحاضرة اللي خدناها هتشوف الفيديو بتاعها، تحل الكويز بتاعها، تقفل المحاضرة على كده، خلاص خلصت تمام. ربنا كرم احنا في فترة الصيف طبعا عشان بيبقى مفيش محاضرات فأنا فاضي، فبعرف اشتغل معاك واكثف ودي مرتين، زي ما احنا قايلين في الإعلان احنا نشتغل يوم كام يوم ايه؟ حد وأربع الساعة 6، فاحنا شغالين مرتين مرتين لغاية ما بيجي عليا أنا وقت أنا غصب عني بيبقى عندي جدولي بدأ يتسحب فمش هعرف اشتغل مرتين، ده غير اللي معانا أكيد طلبة، قد إيه اللي قدامي طلبة؟ طب ده كويس والله نسبة مش كبيرة يعني. طيب الطلبة دول لما برضه نخش الدراسة هيبقوا مشغولين، فهنيجي في الدراسة تلاقي ايه المحاضرات بدل مرتين هتبقى مرة، بس اوفر اول احنا 40 محاضرة نكون مخلصين، فهنحاول نضغط نفسنا في 7 8 9 3 شهور دول هيبقوا حلوين قوي، ويبقى فاضل لنا عدد بسيط جدا نقول ان احنا ايه بإذن الله خلصنا. هتمشي ورايا محاضرة بمحاضرة هتلاقي الموضوع اسهل مما تتخيل. هتسيب محاضرة على الثانية على الثالثة خلاص كده انت فلت، هتطلع من الشهادة. انا عارف بقول لك وبقولها من اول يوم من اول يوم علشان ما حدش يقول انا مش راضي تجاري انا مش بحب اشتغل الموضوع ده
كوميرشال كده ويلا نلمه، اي كان ممكن اعمل اي دورات اي من الحاجات الحلوه دي اللذيذه واشتري دماغي. لا انا ما حبيت اشتغل حاجه، عايز اعمل حاجه ان شاء الله تبقى تليق باسم كليتنا وتليق بحضراتكم وتليق بالمجهود اللي احنا بنبذله. فانت ساعدني بقى ان احنا نحط على نفسنا كوميتمنت وهجيب لكم نماذج من المجموعات اللي فاتت يحكوا لكم التجارب بتاعتهم. يقول لك احنا عملنا ايه والتزمنا ازاي علشان هي التزام فقط فقط. طيب دكتور انا اصلا دراستي كانت عربي وخايف وعندي رهبه من حته الشهاده ديت انجلش. كم واحد عنده الكونسيرن ده؟ كم واحد عنده جميل. اخوكم في الله خريج تجاره عربي دفعه 2003 وكنت عندي نفس التخوف ده قبل ما ابدا ادرس انجلش، قبل ما اسافر انجلترا، قبل ما اعمل كل ده عملت ايه عشان اتغلب على ده؟ في الاول وانت بتذاكر هتلاقي الموضوع بالنسبه لك متعب جدا جدا، بس ما هو مفيش حلاوه من غير ايه؟ من غير نار. هتصبر على نفسك وتتك على نفسك وتقول لا انا مش فاهم دي هقراها تاني، ومع تاني قرايه والله هتبدا تفك، الثالثه تفك اكتر، الرابعه هتلاقي الموضوع اسهل. واوعدك ان بعد شهر شهر ونص بالكثير هتلاقي ان مذاكره الانجليش اسهل من مذاكره العربي. بس ده ايه؟ لو انت مش كده ماشيين كده بحيث ان انا ربنا ساهم عايز اعمل حاجه تضيف لي قيمه. وان شاء الله مش هتحس بثمره الشغل ده كله غير يوم ما يجي لك الجميل بتاع ايه؟ النتيجه. يجي لك النتيجه وتحس ان انت جايب السكور ايه ده؟ ده انا عديت. وتلاقي بقى مردود بعدها طبعا العزاء بيد الله. هل لما يجي لي النتيجه ان انا عديت في السي ام اي الاقي شغل تاني يوم عندك؟ لا طبعا. بس انت بقى ليك ادفانتج عن اي حد. يعني مثلا من الشباب اللي معانا ناس كتير ربنا اكرمهم واشتغلوا بسي ام اي بارت 1 لسه ما كانش خلص بارت 2، مجرد ان هو بارت 1 بس ربنا كرمه بشغلانه الانترفيور اللي قاعد بيقابله كان هو عارف شهاده عارف سي ام اي، بيقول له يعني انت خلصت بارت 1؟ اه. طب تعرف كذا؟ الولد راح جاي باصص له اه ده كذا دي كذا وكذا وكذا وكذا. طب تعرف كذا؟ اه دي كذا وكذا وكذا وكذا. تمام؟ استلم اشتغل. ناس معانا اشتغلوا اونلاين في السعوديه وكل ده ان شاء الله هجيب لكم النماذج دي عشان انا ما بحبش اقعد اقول كلام على الفاضي. كان شغال براتب معين ربنا كرمه بعد ما خد بارت 1 لسه ما كملناش بارت 2. جاست اللي جاب سكول في بارت 1 مرتبه زاد 3000 ريال. طيب هل ده شرط يعني هيحصل لكل الناس؟ نتمنى. بس انا من خبرتي البسيطه في الحياه دي بمنتهى الامانه هتبذل مجهود 10% ربنا هيكافئك عليه 50%. مفيش مجهود انت هتعمله هيضيع على الفاضي. حتى لو ما جاش اللي انت بتعمله نفسه، يعني انت ممكن مثلا تكون بتذاكر وموت نفسك في سي ام اي ودخلت وما توفقتش، ومعانا ناس ما توفقوش كتير برضه. لان هو الموضوع تشالنج وفي ناس بتبقى مش مقدره الحجم الموضوع، فبيبقى ايه يقول لك لا انا اخش واجرب، لا انت حر، ما التزمتش باللي بنقوله انت حر. ففي ناس دخلوا ما توفقوش. بس رغم كده يقول لي والله دكتور ربنا كلمني في كذا، اصل جالي مش عارف مين. تلاقي ان انت ربنا لما بتبذل مجهود ربك بيعوضك عنه خير مش شرط في اللي انت بتعمله. واظن انتوا عارفين الكلام ده من الناس يعني الناس القديمه والكبار اللي زي حالاتي هيبقوا مروا بتجارب فيها حاجات دي كتير. طب الامتحان، امتحان الشهاده بيبقى شكله ايه؟ انا النهارده قلت ايه؟ اتكلم اوفر بول على الشهاده يعني عشان تبقوا عارفين كل حاجه قبل ما نبدا. مع ان انا عارف في ناس اكيد عارفه الكلام ده بس زي بعض عشان الباقي يبقى عارفه. الامتحان بتاع الشهاده بيبقى عباره عن 4 ساعات. اول 3 ساعات 100 سؤال ام سي كيو في البروميتريك. البروميتريك ده عباره عن ايه؟ اللي في الام دي سي هنا اللي في الفراعنه حضرتك انا امتحنت البارتين بتوعي واحد هنا وواحد في القاهره وانا اللي اخترت بتاع القاهره علشان اخد الاكسبيرينس كامله لان هو البروميتريك ملوش غير مكانين. فقلت اشوف هنا وهنا احكي لكم الاثنين دلوقتي. اللي هنا بتخش حضرتك المكان اول ما بتدخل الميعاد بيبقى يا اما 9 الصبح يا اما الساعه 1 الظهر. انت اللي بتختار بره انت عايز انهي سيشن فيهم. فلو اخترت 9 الصبح بتروح قبل ساعه، بتروح الساعه 8. اول ما بتدخل من الباب بيقابلك بتاع الامن. اتفضل اقعد في المكان، تقعد لغايه ما بتوع البروميتريك يجوا جم. لو انت جاهز بيقول لك جاهز عايز تخش دلوقتي خش، بتبقى 8 وربع مثلا مش شرط تستنى لغايه 9. فانا قلت له اه جاهز يلا بينا. دخلت بيعمل لك تفتيش ذاتي زي تفتيش المطارات. اللي فيكم راح المطار وتعمل له تفتيش ذاتي ويقول لك ارفع البنطلون من هنا، مش عارف لف ازاي، مش عارف اعمل ايه. انا طبعا كان اللي بتعمل معايا الكلام ده وانا ماشي فيه عمال اضحك. فهي بتبص لي كده وتقول لي غريبه يعني انت كل اللي بيجي هنا بيبقى ركب ومتخبط في بعض انت في ايه؟ لا عادي اصل دي شغلتي يعني فربنا يسهل. المهم بتخش الامتحان اول ما بتدخل بتقعد على الجهاز. الجهاز الكمبيوتر بيبقى ليك لوحدك وجنبك هنا لوح خشب وهنا لوح خشب.
بحيث ما حدش بص عليك، وفوق منك كاميرا وقدامك كاميرا وجنبك سماعه عشان في امتحانات عندهم بالاوديو زي الايلتس والكلام ده والتوفل، الحاجات دي كلها بيبقى فيها ليسننج، وسماعه ثانيه من غير صوت اللي هي كلمه صوت. لو انت ما بتحبش الدوشه تحطها على ودانك وتقفل الصوت، وممنوع تخش باي حاجه، بمعنى كلمه اي حاجه، حتى الساعه دي هتقلعها، فلوسك هيدوا لك لوكر دولاب حضرتك بتخزن فيه حاجتك ويبقى معاك المفتاح بس. بس طب خلال الاربع ساعات لو انا اتزنقت ولا حاجه اطلع خش الحمام، بس ده من وقتك، ولو رحت الحمام ورجعت هتتفتش نفس التفتيش اللي اتفتشته في الاول، فانت كده بتاكل من وقت الامتحان بتاع 10 دقائق تفتيش. واخدين بالكم الفكره؟ انا بدي لك الفكره كلها اهو من اول يوم عشان تبقى عايش معايا. طيب بعد ما قعدت بيفتح لك الشاشه على 100 سؤال، قبل ال 100 سؤال بيدي لك ربع ساعه انستراكشنز تعليمات، يقول لك الشاشه دي هتفتح كذا والامتحان بيبقى كذا والسؤال شكله كده وتعمل ايه؟ احنا في الربع ساعه دي هبقى انا قايل لك عن الحاجات انت هتعملها. لان هم بيسلموك اربع ورقات حمر كده وقلم رصاص عشان لو عايز تحسب ولا حاجه، يعني تكتب اي ستيبس تكتب في الورقه. فانا ببقى متفق معاكم على حاجات خلال الربع ساعه دي الانستراكشن انا هبقى قايلها لك، فانت عارف كل التعليمات. في الربع ساعه عايزك تمسك الورقتين وتكتب الحاجات اللي اتفقنا عليها. يعني مثلا في البرفورمانس مانجمنت في موديل كده هناخده للفاريانس اناليسيس بتاع الاوفر هيد. الموديل ده رخم قوي، فانا ببقى مظبطه لك بشكل معين، بقول لك اول ما تدخل امسك الورقه واكتب الموديل قدامك عشان منين ما يجي سؤال اوفر هيد ما تقعدش تستدعي المعلومه. انت تقعد تبص على ايه؟ اللي انت كتبته، بقت الحاجه قدامك مكتوبه وتعوض على طول، فاهمين قصدي ايه؟ فالربع ساعه دي احنا نستغلها بان احنا نكتب شويه حاجات تخليك تحل اسرع. طب جميل. وبدات ان شاء الله وبدات تحل، الشاشه نفسها انت هتبقى متعود عليها من خلال السيستم بتاعنا، لان هي نفس الشاشه اللي احنا عاملينها. طب افرض انا عايز احسب بقى، عايز كالكوليتر، ليه الكالكوليتر القديمه بتاعت المحاسب بتاعت البقاله دي عارفينها؟ اللي ما فيهاش اي فانكشنز، اوعى تاخد معاك الكالكوليتر بتاع الثانويه العامه اللي فيها فانكشنز هيمنعوك، هياخدوها منك. طب انا نسيت وما خدتش كالكوليتر، الشاشه نفسها فيها بوتوم كده تدوس عليه يفتح لك الكالكوليتر بتاعت السيستم. مش احنا عندنا على ويندوز في كالكوليتر بتاعت الويندوز زيها كده. فانت لو متعود على دي ممكن تشتغل عليها، فدي ازمه مش هتعطلنا في حاجه. بدات وبدات احل، شغال قدامك عداد عمال يكاونت داون الوقت، يقول لك انت عديت من الوقت كذا. اخطر حاجه في امتحان السي ام اي هو التايم مانجمنت، ان انت تدير الوقت بتاعك جوه اللجنه، ازاي تعرف تستغل الثلاث ساعات بتوعك اقصر استغلال ممكن. طب ده دكتور هنتدرب عليه ازاي؟ هتتدرب عليه وانت بتحل معايا الاسئله في فيديو الاسئله. هتلاقيني في بعض الاحيان تلاقيني بحل وانا بجري، بقول لك بص ادينا نجيب من الاخر ونعمل كذا كذا كذا، وتلاقي السؤال اتحل في اقل من منت. طب يا دكتور ساعات ببقى مش واخد بالي، عيد الفيديو تاني، ما نجزت الفيديو، عيد تاني، عيد تالت، ما جاتش معاك كلمني، احنا في كونتاكت بينا وبين بعض، انا معاك اهو في الليكشر، تيجي تقول لي لا انا ما خدتش بالي دي اتعملت ازاي، اقولها لك. بس لازم مع مرور الوقت دايما اقولها في الفيديو، هتسمعوني كتير بقول كده، اقول لك علم بروسيسور والرامات بتاع دماغك، عايزك تفكر معايا ايه؟ بسرعه، علشان وانت قاعد تحل يبقى ده الطبيعي بتاعك، ده النورمال، ان انا على طول بقيت اجيب من الاخر، بقيت اعرف احل بسرعه، لان هو اكتر حاجه بيلعبوا عليها في الشهاده دي التايم بريشر، ضغط الوقت، ان ال 100 سؤال هتلاقي الثلاث ساعات ما يقضوش، ما يقضوش بمعنى الكلمه. انا نفسي في اول بارت 1 قعدت احل ها ها ها، وكنت داخل بقى ايه اعمل فيها بقى سياده الدكتور، فقلت لا ده انا هقعد افنط الاسئله واشوف كام سؤال جه في السكشن ده، قعدت اعمل كده بتاع اول ساعه الا ربع. لقيت نفسي في سؤال رقم 20، قلت لا ما بديهاش بقى ولا دكتور ولا بتاع، ورحت مشمر وداخل على الاسئله يلا ها. لغايه ما جه عليا اخر الوقت لسه اربع اسئله ما اديتش ايدي فيهم. وده طبيعي، كل اللي يخش الامتحان يقول لك اصل انا سبت اخر 10، اصل انا سبت، فلا اتعلمت بقى، بس طبعا كان فاضل لي بتاع 12 دقيقه الاربع اسئله دول عرفت احلهم برضه بطريقه ثانيه كده. هنتعلمها برضه مع بعض، اللي هو انت مش شرط تقرا السؤال، في اسئله مش شرط تقراها. انت ممكن من التشويسز نفسها نبدا نختار، نقول ده ما ينفعش، ده يمشي، ده يجي، ونبدا نختار اللي يمشي عليه. خلصت ال 100 سؤال بيجي لك زرار فوق كده يقول لك اند سيشن، تدوس عليه. اول ما تدوس عليه لو ربنا كرمك هتلاقي شاشه ثانيه فتحت اسمها ايه؟ اسمها كويشن. لو لا قدر الله ال 100 سؤال اللي انت حليتهم 50% منهم مش صح، الشاشه الثانيه مش هتفتح، الاسم مش هيفتح، ويقول لك خلاص الامتحان خلص. فانت بتبقى للاسف عرفت في ساعتها انه ما حصلش توفيق. لكن ان شاء الله ربنا يكرم، يعني نادرا جدا لما لقينا حد الاسي بتاعه ما فتحش معانا، في ناس حصل معاهم كده، بس ان شاء الله انتوا ما يحصلش معاكم كده، انت بس ابذل مجهود وباذن الله مش هيحصل الموقف ده. المهم فتح الاسي كويشن، ايه حكايه بقى الاسي؟ لان الاسي ده
في ناس كتير بتبقى مرعوبه منه، يقول لك ازاي بقى وهقعد اكتب. الاساي بيطلع لك سيناريو على الشاشه كده على الشمال على جنب. سيناريو دي قصه، نص الشاشه مليانه كده، ويقول لك الشركه الفلانيه حصل فيها والمدير الفلاني جاب كذا وعمل كذا وخلى كذا. ماشي. بعد ما يخلص السيناريو يحط لك على كل سيناريو كام سؤال؟ 6 كويشنز. اللي منهم ريليتد بالسيناريو بالكتير 2. طب والباقي؟ من المنهج. يجيب لك ايه؟ يعني في وسط السيناريو تلاقي السيناريو عمال يحكي على الكوست مثلا، كوست الوكيشن. هاو تو الوكيت البوست بتاعت السيرفيس ديبارتمنت فور برودكشن ديبارتمنت. بتاعت اقسام الخدمات على اقسام الانتاج، ده موضوع كده وبيجي على طول في الاي سي كويشن. فيجيب لك القصه بتاعت الالوكيشن ومش عارف ايه، يقول لك يلا احسب لي بقى الديبارتمنت ده لما الوكيت على الديبارتمنت ده هيالوكيت كام؟ فتروح جاي حاسب الحسبه وكاتبها، هتكتب بقى على الكيبورد، بتكتب ارقام، احسب لي مش عارف ايه، سؤالين كده على السيناريو حلو، وبعديها يقول لك قول لي بقى ايه الادفانتج وان ادفانتج اند وان ديس ادفانتج اوف ذا تراديشنال الوكيشن ميثودز، اللي هو الطرق التخصيص التقليديه بتاعت الكوست، قول لي ميزه وعيب. فانت مطلوب منك تكتب ميزه وعيب. هتلاقيه بقى في الكتاب بحط على كل توبيك فيه ادفانتج وديس ادفانتج، لو لقيت حاجه زي دي تلاقيه حاطط ست مزايا وست عيوب. عمره ما هيطلب منك السته. انا واضح اهو، هو بيطلب في الاساي ايه؟ 1. طب يا دكتور ليه انت بتكتب ياما كده؟ لان انا من مدرسه تقرا كتير تفتكر منهم الشويه اللي على قد اللي هتكتبه، لكن لو انا مديك 1 ممكن ما تفتكرهاش. صح ولا لا؟ فلا انا هكتب لك مزايا كتير، بس انا بطمنك اهو في الاساي ما بيطلبش كل ده. هو في الاساي بيطلب وان ادفانتج وان ديس ادفانتج، يقول لك ديفاين كذا، عرف لي فلان، عرف لي علان. كبيره في الاساي كويشن لما تيجي تكتب اجابه لاي سؤال مش اكتر من سطرين بس، مع ان انا ممكن تلاقيني في الاجابه في الكتاب هنا كاتب كلام كتير، بس انا بقول لك اهو اخرك سطرين. لان انت عندك كام اساي كويشن؟ 2 سيناريوز، كل سيناريو كام كويشن؟ بسته، يبقوا كام سؤال؟ 12، محتاج تجاوبهم في قد ايه؟ ساعه. طب ساعة هتعرف تجاوب على 12 سؤال وتاخد راحتك في كل سؤال؟ طبعا لا، احنا ايه بقى تايم مانجمنت. عشان كده من البداية هو بيقول لك كل سؤال ما تتجاوزش فيه سطرين عشان تلحق تحل الباقي، لأن أهم حاجة في الشهادة دي إنك تحل كله. إنك تجاوب كله. وبالمناسبة عشان برضه أبقى قايل كل المعلومات صح. أنا قلت لحضراتكم إن لو لا قدر الله 50% من الإم سي كيو ما تجاوبوش مظبوط ما بيفتحش الإزاي، صح؟ عارف ال 50% دول؟ ليهم طريقة في الحسبة كمان. يقول لك 50% متوزعين بالنسب دي على كل السكاشن. مش عارف لقطوها ولا لا. يعني يعني ما جيش الاقيك مجاوب لي الفار والبادجت ادي 35 والبرفورمانس زي الفل. وما تديتش ايدك وكل اسئلتك بتاعت الانترنال كنترول لغايه دي غلط. لا مش هفتح لك الاسئله، رغم ان انت عندي 50 اهو. لا مش هفتحه. لازم ال 50% يكونوا معديين على ايه؟ امال هم هيكتسبوا اسم وثقة الشهادة على مستوى العالم ده ازاي؟ هم يعملوا بلان لنفسهم ازاي؟ لازم يعملوا لنفسهم قواعد يحافظوا بيها على الايمج بتاعت الشهادة نفسها. المهم دخلت الاساي كويشن جاوبت ال 12 سؤال، هتبقى متدرب برضه باذن الله، لان انا كل الاساي بتاعت الاي ام اي محطوطة في اخر كل كتاب، يمكن الكتاب الوحيد اللي ما فيهوش اساي ده، لان ده فعلا ما بيجيش عليه اساي كويشن، لكن الباقيين دول كلهم عليهم اساي كويشن، وفي اخر كل كتاب ببقى لامم كل الاساي ومجاوبه وعامل له فيديو لوحده. وهتعرف ان شاء الله مع الوقت ان الاساي ده اسهل حاجه تتجاوب، بيبقى اكتر حاجه مضمونه، لان اسئلته بتبقى ستريت فورد ودايركت مباشره كده. ده كده كل ما يتعلق بالشهاده وامتحانها وكل حاجه، بعد الامتحان بقى ربنا يسهل، احنا دلوقتي في اجراءات استخراج الشهاده نفسها. عشان تستخرج الشهاده بيطلب منك حاجتين، عندك ايميلين بتبعتهم للمعهد، ايميل بتبعت له شهاده البكالوريوس اخر شهاده بس طبعا انجلش، بتبقى عامل شهاده البكالوريوس مختومه من عندنا هنا. انجلش وتبعتها للايميل، وايميل تاني بتبعت الاكسبيرينس ريكويرمنت متطلبات الخبره، ودي بتبقى فايل كده بي دي اف انت بتملاه وبتحط فيه ايميل الديبلوير الشركه اللي انت شغال فيها، بحيث يبعتوا يعملوا فيريفيكيشن من عندهم، ويبقى كده الاجراءات خلصت ويبعتوا لك الشهاده على عنوان البيت اللي انت هتسجل. من الحاجات المهمه جدا برضه ان انت تبقى عامل حسابك عليها، ان يبقى معاك يوم الامتحان اي اي دي عليه اسمك بالانجلش تاني، لان انت رايح رومات جهه اجنبيه فهو هيمتحنك بالانجلش، صح ولا لا؟ فلازم يبقى معايا اي دي عليه اسمي بالانجلش. ايه الاي دي اللي عليه اسمي بالانجلش؟ هم حاجه من الاثنين، يا باسبور يا فيزا كريدت كارد او فيزا كارد، ان عليها الاسم بالانجلش ويكون مطابق للاسم اللي على موقع المعهد اللي انت هتعمل ميجر دي عليه. ويمكن دي اول حاجه ان شاء الله نستفتح بيها حضراتكم لما تروح وتفتحوا المنصه، في فيديو هتلاقيه نازل بعرفك ازاي تعمل ميمبر اي دي على موقع الاي ام اي.
لو فيك وقول لي حد عنده مفيش مشكله، لو لسه ما عملناهوش ده ببلاش مش هندفع فيه ولا مليم. ده زي بالظبط كده بتعمل اكونت على فيسبوك ان انت بتبدا تسجل اسمك على المعهد ان يا جماعه ان ربنا يسهل ان انا اخش اخد عندهم شهاده، فبيديلك نمبر. النمبر ده كل تعاملاتنا دي بعد كده بده، كل تعاملاتنا بالرقم ده. فانت تخش تعمل ريجستريشن على موقع الاي ام اي وتاخد النمبر ده عشان تبدا تعمل بيه فيما بعد. تمام؟ طيب انا يعني مش عارف هل هتستوعبوا نبدا اول محاضره ولا تحبوا نخليها اسئله لو حد عنده اي استفسارات ونبدا من المره الجايه، لان هو مبني على بارت 1. فهتلاقي نفسك بتجري فيه بشكل انت مش متخيلينه، لان الكلام كله مبني على هنا. يعني مثلا اول توبيك الفاينانشال اناليسيس ده بياخد محاضرتين، الكوربريت فاينانس دي كبيره شويه بتاخد ست محاضرات، ديسيجن اناليسيس دي اربع محاضرات، انتربرايز ريسك مانجمنت محاضره، انفستمنت ديسيجن محاضرتين، الايثكس ثلاث محاضرات. ده بيبقى كده بارت 2. فالخريطه الزمنيه بارت 2 اقل بكتير من بارت 1. بس ليه اقل؟ لان اللي بياخد، لان على فكره هو اسمه حضرتك ايه؟ خلي بالكم انا مع الوقت هفتكر اساميكم وهتعرف عليكم، لان احنا هيبقى في عشره شايفينه. فمع الوقت كده هنعرف بعض اكتر يعني. استاذ شمس بيقول لي طب ليه بارت 2؟ فعلا في ناس بتبدا بارت 2 بيقول لك بارت 2 اسهل واقل. بس معلش، ما انا لو مطبق الشهاده انا مش مطبق ابدا باسهل ولا ابدا باقل. انا مشيها صح الترتيب اللوجيك والمنطقي اللي انا هستفيد منه اللي انا هتعلم بيه. لان خلي بالك والله العظيم ثلاثة، لو خدت الشهاده دي ان انت فعلا ناوي تتعلم هتتعلم وهتستفيد بشكل مرعب. والله كان معايا ناس، واحد ربنا كرمه جاب 420 في بارت 1، 420 ده سكور عالمي. ف وجابوا ايه؟ يعني ده يمكن بيقول لي والله يا دكتور انا ما رجعتش غير مره واحده، لان يعني انا بقول لكم راجع اربع مرات. هقول لكم ان شاء الله هو ابني حبيب اسمه عبد الرحمن، فممكن اجيبه يتكلم معاكم برضه يقول لكم التجربه بتاعته. بيقول لي انا قفلت على نفسي شهرين بس ودخلت، بس الشهرين دول بمقام كل اللي انا اتعلمته قبل كده. بيقول لي وفعلا فرقت معايا، ربنا كرمه واشتغل في شركه مقاولات. المهم يعني ان الموضوع مش مستحيل، بس الموضوع عايز ايه؟ عايز ان انا ابقى حاطط الهدف قدامي واشتغل عليه بجد. انا الموضوع ده ضيع مني فرص كتير جدا. كل ده ايه؟ انا مضيع فرص كتير في سبيل اتمام الاوبجيكتيف ده، بس انا مبسوط بيه. لان في الاخر ان شاء الله ربنا يكرم الشهر الجاي لما تشوفوا الناس اللي هيتعمل لهم جرادويشن وفرحتهم والبوزيشنز اللي هم خدوها، انتوا ساعتها هتشوفوا انا قصدي ايه. ده غير الايفنتس الكتير اللي ان شاء الله هنخوضوا فيها. يعني مثلا في ايفنت بيتعمل في القاهره، في معهد الاي ام اي نفسه بيعمله في الفور سيزون. وعلشان احنا الحمد لله لينا عدد كويس مع المعهد، فبيبعت لي 25 انفيتيشن ان انا اقدر ادعو من الطلبه اللي معايا في الجروبس. فكل جروب الحمد لله كان بيحضر التو ايفنتس دول، هم حدثين بيعملوهم كل سنه. طب انا هنقي من حضراتكم ال 25 دول بناء على ايه؟ دلوقتي بقى عندي كرايتيريا رائعه ان انا عندي ايه؟ بلاتفورم، منصه، وحضرتك بتخش وبتحل عليها ايه؟ كويزز. فانا عندي داتا بيز بتاكد زرار هعرف مين اعلى 25 شغالين، اقول لك بس انا عايز فلان وفلان وفلان. وتيجوا معايا ايه بقى الديفنس دي؟ ده بيبقى داعي فيها كل الشركات الكبيره، جنرال الكتريك، بي ام دبليو، تويوتا، بيبسي كولا، مش عارف الشركات الكبيره دي كلها بيبقوا جايين السي اف اوز بتاعتهم وابتدوا يشوفوا كل اللي مهتمين بالسي ام اي، وبتبدا ترمي الداتا بتاعتك عند الشركات دي بحيث ربنا يكرم. لو ربنا اراد ممكن تربط في واحده من دول. فبتبقى ميزه الايفنتات دي كده ان انت ده غير السوشياليتي بقى، ان انت بتبدا تعمل ايه؟ علاقات وكونكشنز كتيرة بناس كتير بتفتح لك مجالات انت ما تتخيلهاش. فربنا يسهل كل ده ان شاء الله برضه يا رب نستقيم عليه ويفضل يتم يعني باذن الله. اسئله ثانيه؟ خلاص؟ محدش عنده اسئله؟ قول يا شمس. لا دي حاجه ودي حاجه. عشان برضه شمس هنا بيسالني مين الاول؟ اخد سي ام اي ولا ايفرس دبلوما؟ دي حاجه ودي حاجه. الايفرس دبلوما انت بتاخد جاست وان برانش من ال 12 دول اللي هو مين؟ الفار بس ايه؟ الدف. وبتاخدها اكوردنج للايفرس. احنا هنا بقى في السي ام اي ما بناخدهاش من الدف، بناخدها من على الوش، بس بناخد اكوردنج كمان مش للايفرس، اكوردنج لليو اس جاب، لان دي شهاده امريكيه. فبناخدها اكوردنج لليو اس جاب، وبنيجي في نقط معينه اقول لك الايفرس هنا بتختلف عنها في كذا. الايفرس هنا تختلف عنها في كذا، لان ده مطلوب في ال او اس عشان برضه تبقوا فاهمين. المناهج دي لما بتيجي تصمم احنا ما بنالفش المناهج ده من دماغنا،
المعهد بيبقى منزل فايل ارفعه لكم اسمه Learning Outcome Statement، اللي هو الاهداف التعليميه بالمواضيع بتاعتنا. فبيبقى كاتب لك الفاينانشال اكاونتنج ريبورتنج دي احنا مستهدفين فيها ان انت تبقى عارف 1 2 3 4 5 6 يجي جلايم وهوك والناس دي ياخدوا 1 2 3 4 5 6 ويمسك كل نقطه ويبدا ايه يشرحها. فاحنا لما بنشتغل بنشتغل اكوردنج للال او اس للليرنينج اوت كام ستيت. عادي ليهم اماكن امتحانات في كل حته. اسمع حضرتك ايه استاذ مايكل بيقول لي لو انا دلوقتي في الاخر وبقفل خلاص وعايز امتحن وجاي سفريه وسافرت حصلت معانا كذا حد. المعهد ده وقت البروميتريك اللي هي بتدير الامتحان على مستوى العالم. البروميتريك دي اللي بتمتحن السات الامريكان دبلوما وبتمتحن الاي جي هي نفس الجهه. فدي جهه دوليه يعني ليها مكان في كل بلد. فطالما البروميتريك موجود في اي حته، موجود في السعوديه، موجود في الكويت، فقط في كل حته، في اي حته هتروح هتلاقي البروميتريك تروح تحجز وتمتحن. بس هي الفكره لو سافرت بتحجز من غير ديسكاونت لان هو بيبقى عارف اللوكيشن، فبتحجز من غير الديسكاونت. احنا الديسكاونت بتاعنا ده في ايجيبت بس في مصر، لكن بره هتدفع. بس طبعا لو سافرت ربنا يسهلك الحال، مش محتاج ديسكاونت يعني. حد كان طب هو بس لو عندي اتفضل. انت شطارتك انت لو تقدر تخلص وتراجع وتقفل شغلك، انا بقول لك اهو 7 8 9 ربنا يسهل 3 شهور دول، 3 شهور فيهم 4 اسابيع سيبك من اول اسبوع، يبقى ادي 11 اسبوع في 2 يعني بتتكلم كام محاضره؟ 22 محاضره احنا قررنا. وبعدين خد بالك بقى انت ممكن ما تستنيش، لان انا كل الليكتشرز موجوده على البلاتفورم موجوده على المنصه. فانت ممكن وده حصل معانا في الجروبس بقى اللي لحقت المنصه دي، في ناس كتير بقت تحب من الفيديوهات اللي قدام بيقول لي دكتور انا سابقك انا وصلت المحاضره كذا، اقول له 10 على 10 والمشكله ان انت تسبقني وتيجي تسمع هنا تاني زي الفل حلو. فانت لو قدرت تخلص بحيث اول ما انت عندك شهر واحد تخش الامتحان ده في الجيش خير وبركه. طب ما لحقتش؟ لا يبقى استنى بقى وشوف الجيش بتاعك هتظبطه ازاي، اجازاتك ايه؟ لان برضه في ناس بيذاكروا معانا وهم في الجيش بس هم عرفوا يظبطوا نفسهم وجوز الاحيان، انت فاهم؟ كده يعني. ولا اي حاجه. اسمع حضرتك ايه؟ استاذ محمود بيقول لي انا من الناس اللي عندي رهبه من اللغه شويه. الطريقه الوحيده مش هقول لك بقى تطلع على المصطلحات واكتب لها، الوح تعالى على نفسك واقعد اقرا انجلش حتى لو مش فاهم. وهتصبر بس تصبر وتتكل على نفسك مره على الثانيه لمده شهر ونص. وبعد شهر ونص قول لي بقى، قول لي ايه الوضع؟ لان انا مش عايزك تقعد تحفظ. وبالمناسبه كان المعهد نفسه عامل ويبينار للمشكله دي. كان عشان عارفين ان الشرق الاوسط على فكره اكتر ماركت بالنسبه لها. يعني الشهاده دي اكبر ماركت ليها الشرق الاوسط. وبالذات دول الخليج. وكل اللي بياخدها في دول الخليج مصريين بالمناسبه. لان هو بيبقى عايز دوله بيبقى عايز ياخدها بره عشان ايه؟ مرتبه يعلى شويه. ما كلنا بنسعى يا جماعه، صح ولا لا؟ فهو اكبر ماركت للشهاده دي الشرق الاوسط. علشان دول الخليج بيبقوا عايزين شهاده دوليه يدعم الموقف بتاعه بيها يعني. ماشي. فعملوا ويبينار مخصوص عشان اللانجوج، عشان اللغه. عشان في ناس بيبقى عنده هب من البيسيك كويشن بالذات، ان انا هب البيسيك ده انا هخش اكتب وهيبقى فيه ميستيكس. قالوها واضحه جدا، قال لك احنا ما بنحاسبش على لانجوج ميستيكس. مالناش دعوه، ده مش امتحان لغه. هو بيمتحنك امتحانين سي ام اي، امتحان اكونتنج، صح ولا لا؟ فبيبقى عايز يعرف الديفينيشن، انت عارف الكلمه، عارف المعنى ده. تقعد تقربه له، يا راجل ده انا اقسم بالله انا اهو في امتحاني، انا الحمد لله بارت 1 جايب سكور 450. ومستني اقول لك بارت 2 ربنا يجعل الشغل حلو عليا بقى ان شاء الله. المفروض الاسبوع الجاي. 450 دي الحمد لله احمد قال لي بس بارت 2 يكمل على خير. لو جاز نفس السكور او اقل حاجه بسيطه قوي ربنا يسهل يعني. قال لي ده سكور ما جاش على الشرق مستوى الشرق الاوسط بقاله بتاع 9 سنين. فهيبقى ليا لانك المفروض يعني ما نقطعش بس ربنا يسهل يا رب. فيبقى لينا ترتيب على مستوى العالم. يمكن اللي جاب اعلى من 450 خلال السنتين اللي فاتوا كان واحد هندي جاب 460. ده الجروب حاليا كان في سي بي وفي الاي تي عموما، يعني شهادات اي تي كمان. جدا. فانا الغرض يا استاذ محمود ما بيحاسبوش على اللغه. ميستيكس، انا نفسي في اسئله انا كنت بكتبها بشكل مختلط ومختصر بشكل يعني انت مش متخيله، وفوجئت ان مديني 450. فانا فهمت المنتاليتي بتاعتهم، هو عايز حد فاهم. هو قضيته كلها انت فاهم الكونسيبت ولا لا؟ وبالمناسبه عشان برضه من اول يوم تبقوا عارفين. وانت بتذاكر وبتحل اسئله السي ام اي، لانك هتلاقي بقى ايه مواقع ويب سايتس
وبيجلس على الفيسبوك كتير طبعا زي عمي تايسون زي مش عارف مين، وهتلاقي عليهم كلام يرعبك والله العظيم. هتلاقي ناس كتير يقول لك اصل انا جزئيه مش عارف، مالكش دعوه، الله يبارك لك، مالناش دعوه حد. انا ليا طريقه في الشغل، انا ماليش دعوه بحد. يعني هتلاقي سيكشن البرفورمنس مانجمنت ده في صوات، صوات منوال على النت، وناس كتير يقول لك ايه ده، انا بحكي السيكشن ده بحكيه في ست محاضرات بقصه بتاعت شركه هاينز بنبلغ فيها كل الايكويشنز بتاعت الفاريانسات والبروفيتابيلتي اناليسيس، حاجات كده تحسها من بره معقده، بس انا بحب ابسط الامور بخليها لك ايه تعدي، فما تقعدش تقرا الحاجات دي هتاثر عليك سلبا، هتخليك وانت بتقرا اه لا ده الموضوع مش فين انا بس بقى الدنيا تقيله ايه على كله، لا مالناش دعوه بحد، انت اقفل على نفسك واشتغل واعمل اللي احنا بنقوله بس بس وربنا يكرم باذن الله. تمام. حاجه ثانيه برضه حته المواقع اللي بره عشان برضو بالمره كده وانت بتحل الاسئله الكويستشنز اوعى تحل السؤال على اساس ان انا هخش الامتحان الاقي كل الاسئله اللي انت هتحلها مش هتخش تشوف زيها في الامتحان. هو انا بقول من اول يوم خلي بالكم محدش بيطفي زي كده والله، بس انا بحب اقول الحقيقه عشان دي حاجه هتحسن عليها قدام ربنا. انا بقول لك اهو لما تخش الامتحان ولا سؤال من اللي انت ذاكرته هتشوفه. امال ايه يا دكتور؟ ما انا بقول لحضراتكم انا والله لو الصوره دي هوريكم الايميل اهو بتاع ان هم باعتين لي عايزينك تالف عن الاسئله. اهو مش عارف بقى لو هيبان عندكم. بص بص التايتل هدي راجل سي ام اي اند اف ام اي اي اكزام كويستشن رايتر، اكتب معايا في الاسئله بتاعت الاكزام. المهم لقيت من الشروط بتاعتهم ايه؟ ولاد الذين بقى هم باعتين لي العقد. الاسئله ليها 3 ليفلز اوف الصعوبه، يعني الصعوبه بتاعتهم ليها 3 مستويات، ليفل اي وليفل بي وليفل سي. الشهاده كل الاسئله بتاعتها بيبقى فيها 3 ليفلز، بس اللي اكتر شويه قال لي ليفل سي. اشمعنى؟ اتاري بقى انا فهمت ان بعت لي العقد. قال لك اللي بيالفوا الاسئله بنحاسب على السؤال اللي بالليفل اي ب 30 دولار. السؤال اللي بالليفل بي ب 40 دولار. والله والله زي ما بقول لكم السؤال اللي بالليفل سي ب 75 دولار. فطبعا كل اللي بيالف على انهي ناحيه؟ انا قاعد اصلا بحضر الليفل سي من دلوقتي. لان 75 دولار انت بتتكلم لو الفت لك 100 سؤال هل 7500 دولار بتاعك البيت ومش عايزين وجع دماغ، بس ايه بقى خد عنك. قال لك الاسئله دي انت بتبعتها خلال من 4 لـ6 اسابيع. بتجن بتروح لبورد لمجلس عند المعهد يقعد يراجعها من 2 لـ4 شهور. متخيل الفكره؟ وبعد ما يراجعها يديك عليها كومنتس يراجعها لك تاني ويقول لك السؤال ده عايزين نعدل فيه كذا نعمل فيه كذا، وتروح جاي معدي الاسئله وتبعتها له تاني. انا بس عايز الفت نظركم لحاجه، لما انا لسه هم برضه بالمناسبه بعتوا لي الايميل ده ايه؟ مش عشان الناس بس اللي كاتبين ان هم بياخدوا معايا، عشان انا المفروض رفعت لهم الاكسبيرينس بتاعتي فشافوا ان انا اسيستنت بروفيسور في جامعه وعمل كذا، فبعتوا لي ان انت راجل يعني ليك في مجال التدريس فالف معانا اسئله. انا بس عايز انوه ان هم ايه؟ لما بعتوا لي انا وانا لسه بقالي سنه ونص بشتغل الشهاده، يبقى هم على طول بيعملوا ايه؟ اب تو ديت، بيجدد بحيث حضرتك من ما تخش تلاقي اسئله ايه؟ جديده مش موجوده. واكيد اللجنه دي الشهرين الاربع شهور هم قاعدين بيعملوا ايه؟ ما هو مش هيقرا 100 سؤال في 4 شهور يعني. لا انا تصوري بقى ده مش مكتوب بس تصوري، انا لو مكان المعهد انا اكيد هلم كل الداتا اللي في الماركت، كل الاسئله اللي موجوده بلايم وهوك ومش عارف مين ومين ومين، هدي بقى كل دول ويقعد يقارنهم بالاسئله اللي جايه علشان يطمن ان ما فيهمش حاجه شبه. طب يا دكتور طب ده احنا كده بقى مش هنعرف. لا ليه؟ ما انت لو بتذاكر باسلوب انا هخش الاقي الاسئله دي يبقى كده مش هقلل مش هقلل. لكن لو هتذاكر باسلوب انا عايز اتعلم الكونسبت والطريقه هتخش تلاقي الاسئله في منتهى السهوله. والله العظيم ثلاثه، يوسف كان معانا يمكن في اول جروب، فاكر يا يوسف الكومنت اللي انا قلته اول ما طلعت من الامتحان فويس اللي انا بعته لكم، قلت لكم ايه؟ لا لو تفتكر قلت لكم يا جماعه احنا عملنا اوفر استيميشن للشهاده دي بشكل مبالغ فيه. الناس على المواقع هم مفورين الموضوع، انا لما دخلت الامتحان اسهل مما متصور. بس اسهل ليه؟ اسهل ليه؟ لو انا فاهم الكونسبت بدون مبالغه انا كان في اسئله بحلها كده جاهز كليك على طول على طول. هتقول لي اصل انت الدكتور يا حبيبي، ما انا ناقل لك الاكسبيرينس بتاعتي كلها، انا ناقلها لك كلها، والمفروض ان الحمد لله انتوا داخلين على منصه متكامله فدي تساعدك ان انت تقدر تسمع كذا مره. بالمناسبه برضه امير عامل حاجه عشان بس ايه الباقه ما تخلصش، لان انا قلت له خلي بالك الفيديوهات انا بسجل الفيديو والفيديو بيطلع عندي جيجا وشويه،
هو بيضغط الجيجا وشويه ده بيخليه 80 ميجا، معرفش ازاي بقى. فتخيل 80 ميجا لما تشغل الفيديو على النت مش هياكل معاك نت كتير، فتقدر تسمعه براحتك براحتك كذا مره. علشان انا بنصح اهو بالشهاده دي، اكتر حاجه هتفيدك فيها انك تسمع الفيديوهات دي كتير جدا، لدرجه انا كنت زي مجنون قبل الامتحان، كنت وانا رايح اي مشوار حاطط السماعه وبشغل اي فيديو اسمع نفسي، لان في حتت ثيوريتيكال انا عمري ما هعرف احفظها زي اللي كتبنا الكنترول والحاجات دي، في حاجات جوه كده بنرتبها بطريقه معينه عشان تقدر انت تستوعبها وتعلق في ذهنك، واحط لها قصص واحط لها حاجات هتشوفه مع الوقت يعني. فالحاجات دي بنصح ان انت ايه تسمعها كتير، لان في مثلا يقول لك الزن على الودان، هو ده احنا عايزين الزن، وبعدين هو زن لمده ايه؟ سنه سنه ونص بكتير، وفي الاخر ربنا يكرمه هناخد الشهاده، ويبقى ان شاء الله انجاز يعني انت نفسك هتبقى مبسوط بنفسك ساعتها، هتقول لا انا مبسوط ان انا عملت ده. الحمد لله. ما انا هجيب لهم بقى اللذيذ يعني. يوسف بيقول ان في كام حد من الجروبس بتاعتنا خلص وطلع بدري من الامتحان، في ناس طلعوا قبل ثلاث ساعات خلصوا بدري ورحلوا الوقت دوت للبسين، بس انا مش هتكلم عن النماذج المتطرفه، لا انا عايز الحاجات النورمال، لا العادي ان احنا يا عم نحل في ثلاث ساعات ونقفل عيسيل وعادي. وان شاء الله مع الوقت هجيب لكم ناس يقولوا لكم الخبره بتاعتهم. حد عنده اسئله تاني؟ لا الفيديوهات دي تفصيليه فوق ما انت تتخيل. يعني هو الفيديو انا عامله ريفرنس ومعانا ناس شغالين من السعوديه والكويت ومعانا واحد من العراق والسودان، فالفيديوهات شغاله وحلوه يعني. انا بيبعت لي على الواتساب واي حد بيبعت لي اي سؤال يبعت في اي وقت، بس يصبر عليا ان انا برد، بس يمكن بتاخر شويه لان بيبقى عندي رسائل كتير، وبفتح الواتساب مرتين في الاسبوع، يقول لي اثنين ويوم الجمعه، بس بقعد ارد على كل مره واحده، فبيبقى الموضوع بياخد معايا شويه وقت. اونلاين هو اللي بيبقى، بس هنا كونتاكت الفيديو، لكن لو فاتت محاضره هنا تقدر تشوف فيها اونلاين. انا اصلا عايز اقول لك الجروب اللي فات احنا لسه موقفين، كنا فتره الامتحانات لان في الامتحانات بياخدوا مننا مدرجات، فوقفنا كملنا المحاضرات اونلاين وفضلوا مكملين، كملنا بتاع خمس محاضرات اونلاين، ولما رجعنا ايه الاخبار يا شباب وامتحنوا عليها والناس تمام زي الفل. ها ايه تاني؟ اه طبعا ده في فرع كامل في الاي تي بيتكلم عن الاي ار بي سيستم، اه طبعا، والكلاود كومبيوتنج والبيزنس بروسيس طبعا، واسمها لي كمان البلوك تشين والبيج داتا، الحاجات الحلوه دي كلها ما تقلقش ناخدها ان شاء الله. ايه تاني؟ طبعا احنا دلوقتي مش هنعرف نستوعب اي حاجه صح؟ طيب انا حتى دي تبقى فرصه ان يا ريت من هنا لغايه يوم الاربعاء اول ليكشر حضراتكم تكونوا دخلتوا بقى وشفتوا المنصه ونشوفها، بحيث انا اجي اول ليكشر دي ما بتاخدش معايا، لان هي انتروداكشن لكل البارتس دي، لكل السكاشن دي انا رابطهم ببعض الحدوته، الحدوته دي اللي انا مكمل بيها كل الكتب، فيا ريت نسمعها، بحيث انا المره الجايه هاخد اول ليكشر دي مش هتاخد مني نص ساعه، الكلام اللي انا عايزه فيها حته كده ما تكملش نص ساعه، وابدا ليكشر 2 على طول اللي هي الانكم ستيتمنت، هنبدا نخش بقى في الجد على طول من يوم الاربعاء. انا ببدا دايما، احنا معانا سته، انا ببدا دايما 6 وربع، بس انتوا تظبطوا نفسكم على 6، لان انا بسيب الربع ساعه دي ايه؟ للي عنده ظرف في المواصلات اتاخرته بتاع، بس انا بدخل 6 وربع، لو فاتك اول خمس دقائق مش هتفهم الباقي، لان انا ببدا على طول بخش صلب الموضوع، تمام؟ اتمنى ان شاء الله تبقى بدايه وانطلاقه ليكم على الشهادات المهنيه، وربنا يكرمنا ويكرمكم ويسعدكم في تحقيق الحلم ده ان شاء الله.